راح ننتقل الآن لبرج العذراء ونشوف شو ممكن يستفيد العذراء من الزوايا الإيجابية المتشكلة هذا الشهر. طبعا هذه القراءة تلائم اللي طالعوا العذراء أدق شيء، واللي بيعرف أنه برجه الشمسي في العذراء ممكن يستفيد من هذه القراءة أيضا، واللي برجه القمري أو القمر عنده في العذراء ممكن أيضا يستفيد من هذه القراءة. راح نبدأ أول شيء بالحديث عن القمر وولادة القمر، وبعد هيك راح نحكي عن الزوايا السلبية ونخلي الزوايا الإيجابية آخر شيء حتى نختم بشيء منيح. طيب نبدأ أول شيء باكتمال القمر والسوبر مون، راح يكون سوبر لأنه قريب جدا من الأرض. راح يكتمل القمر في صديق ترابي للعذراء وهو الثور، الذي يمثل البيت التاسع بالنسبة للعذراء. البيت التاسع بيت السفر، بيت الديانات، بيت التعليم، بيت الدراسات العليا أيضا. اكتمال القمر في هذه المنطقة وكأنها بتصل هذه الأمور المتعلقة في هذا البيت لمرحلة الاكتمال أو لمرحلة النضوج، وكأنه وضع فكرة على موضوع أو عنده خطة لسفر أو خطة لسفر بعيد، خطة لدراسة أو خلص دراسة وحصل النتائج، مشروع مثلا تعليمي وحصل النتائج تبعته، أو دخل في دراسة جديدة وراح يبدأ فيها قريبا. احنا معانا من اكتمال القمر ل نهاية لبعدها بأسبوعين، حتى الطاقة يعني طاقة القمر المكتمل تظهر خلال الأسبوعين هدول. بتتركز أكثر شيء من بداية اكتمال القمر وبتكتمل وبتنتهي حتى ولادة القمر الآخر أو ولادة قمر جديد اللي راح يكون في العقرب، يعني على مدار أسبوعين تقريبا من اكتمال القمر. طيب إذا إنه في أمور سفر، أمور دراسة راح تكون واضحة الصورة بالنسبة للعذراء. أما بولادة القمر اللي راح تكون في العقرب اللي موجود فيه المشتري والزهرة والشمس، راح يسلط الضوء خلال هاي الفترة على أمور البيت الثالث بالنسبة للعذراء. البيت الثالث بيت المهارات، المهارات التعليمية مثل تعلم لغة، تعلم دورة حرفية، حتى رخصة السيارة ممكن الشخص يأخذها من البيت الثالث، تنقلات في مسافات قريبة بنجدها في البيت الثالث، التواصل بشكل عام في البيت الثالث، حتى العلاقة بالجيران والأقارب اللي هم اللي داخل النطاق العائلة من بعيد نجدها في البيت الثالث. ولادة قمر جديد في هذا المكان وكأنه تعطي فرصة للعذراء أنه يحسن من مستواه الفكري والفلسفة العليا لإله اللي اكتمل فيها القمر في البيت التاسع، ويبدأ بالدخول بمرحلة تعليمية جديدة مثل ما حكينا، يحسن من مهاراته الفردية، لأنه إحنا عندنا المشتري راح يدخل في زوايا إيجابية مع بلوتو، بلوتو اللي موجود في صديق ترابي أيضا للعذراء. بلوتو يمثل البيت الخامس، بيت الهوايات، بيت المواهب، بيت المشاريع الجديدة، بيت المبادرات، بيت العلاقة العاطفية، البيت اللي فيه الأشياء اللي إحنا بنحبها، بيت الحظوظ عموما. مع ولادة القمر ودخول المشتري والزهرة والشمس في زوايا إيجابية مع بلوتو في البيت الخامس، بيتيح فرصة إيجابية للعذراء في زيادة تواصله مع في بعلاقة عاطفية ممكن إنها تتحول بعد هيك لارتباط جدي أو لارتباط يعني فترة طويلة، يتحول لزواج مثلا، أو التواصل هذا ممكن أو أخذه لمثلا دورة حرفية جديدة أو مهارة تعليمية جديدة تفتح عيون العذراء على فرصة أو فرصة إبداعية أو بداية مشروع جديد قد يدخل فيه مع شراكة مهنية. لاحقا حنحكي على موضوع الشراكة، ليش حكيت أنا موضوع شراكة عاطفية أو مهنية، لأنه إحنا عندنا أيضا هذه الكواكب بتصنع زوايا إيجابية مع برج الحوت اللي متواجد في نبتون. صحيح نبتون متراجع، لكن في العشر أيام الأخيرة من الشهر، يعني في 23 شهر تحديدا، رح يبدأ نبتون بالسير في حركته الطبيعية للأمام،
اوريدي هو حيشكل زوايا ايجابيه حتى وهو متراجع، وراح يستمر في تشكيل هذه الزوايا الايجابيه، لانه احنا عندنا المشتري مش سريع جدا حتى يترك هذه الزاويه الايجابيه. ونبتون ايضا من الكواكب البطيئه جدا، فالزاويه الايجابيه اللي راح تتشكل خلال هذا الشهر راح تاخذ وقت طويل حتى تنتهي. إذا هذا بيعطي فرصة إيجابية أكبر للعذراء، إنه مثلا إذا عنده مبادرة بأنه يدخل في علاقة عاطفية فالفرصة ممتازة جدا. مبادرة يدخل في مشروع جديد أو يدخل في مهارة تعليمية جديدة برضو فرصة إيجابية جدا. اللي بيفكر في ارتباط عاطفي أو في زواج برضو الفرصة ممتازة بالنسبة للعذراء خلال شهر 11. نبعد بس عن أول أسبوع من شهر 11 ونستنى القمر لما يتحول لهلال، يعني بمجرد ولادة القمر ودخوله للقوس بينطلق الإنسان في تحقيق الهدف اللي وضعه خلال ولادة القمر، سواء كان ارتباط عاطفي أو ارتباط مهني. إذا الفرصة كتير إيجابية بالنسبة للعذراء. بس بالنسبة للزوايا السلبية، احنا في ان المريخ متواجد في البيت الثاني للعذراء، بيت الدخل المادي، وبيتقابل مع بيت دخل مادي آخر اللي هو قادم عن طريق الآخرين، مثل البنوك، مثل أموال ميراث، أموال قرض، أموال تعويضات أو ضمان اجتماعي بيتواجد فيها أورانوس. هنا أورانوس كوكب المفاجآت وبيتقابل مع المريخ، ممكن بعض الأحداث المفاجئة تحصل في هاي الأمور المتعلقة بالدخل المادي اللي هو بيدخل للعذراء، سواء أمواله هو اللي من عن طريق تعبه أو حتى أموال الشريك المادي أو الشريك العاطفي. هاي الأموال ممكن تتعرض لبعض الأزمات أو للخضات، ممكن تزداد عليه المصاريف لأنه المريخ كوكب اندفاع وما بيحب يكون في الميزان، بيكون متذبذب وبيكون بس بده يرضي كل اللي حواليه، فبيلاقي نفسه في تنفرض عليه مصاريف لا شعوريا بيمشي باتجاهها، وأحيانا قد يكون مضطر لهذه المصاريف، خصوصا أنه إحنا عنا المريخ بيدخل في زاوية تربيع مع بلوتو المتواجد في البيت الخامس. فيمكن يعني ممكن شخص من العذراء حتى يصلح مثلا علاقة عاطفية فقدها أو تعرضت لأزمة يضطر أنه يدخل في مصاريف شوية عليه تزيد حتى يصلح هذه العلاقة العاطفية، لأنه إحنا عندنا بلوتو موجود في البيت الخامس، يعني بده يشتري شوية هدايا، يعني بده يدفع شوية فلوس. طيب إذا بدنا نحكي أنه بده يدخل في مبادرة مشروع أو في بداية مشروع مهني، برضو بحاجة أنه يدفع شوية فلوس. إذا رح يجد نفسه في زاوية التقابل الحاصلة ما بين أورانوس والمريخ والتربيع الحاصل مع بلوتو، بحاجة أنه يحط شوية فلوس، يتعب، يفقد شوية، يخسر شوي حتى يحقق إنجازات بعد هيك تكون كبيرة. هاي بالنسبة لموضوع الزوايا الصعبة شو تأثيرها بالنسبة للعذراء. أيضا للسيدات اللي عندها مثلا شريك زوج، مثلا ممكن وجود أورانوس في تقابل مع المريخ يعرض الدخل المادي للشريك لبعض التذبذب، أو يفكر الشريك أنه يدخل في عمل حر، عمل يتجه فيه هو لوحده، لأنه هون عندنا إحنا حكينا أورانوس هو كوكب التميز والاستقلال والتفرد وموجود في الحمل. الحمل الذي يمثل بالنسبة للعذراء البيت الثامن، لكن هو أيضا البيت الثاني بالنسبة لبيت الشراكة، يعني هو اللي بيوضح دخل بيت الشريك بالنسبة للعذراء، فبيضغط عليه أورانوس باتجاه أنه يذهب باستقلال مهني، استقلال مادي، مضطر أنه يخسر بعض الأموال، مضطر أنه يدخل في قروض أحيانا أو يتداين أو أنه يستعين بشريك آخر حتى يحقق هذا الاستقلال المادي. بلا شك الأمور صعبة في البداية، لكن لاحقا راح تتوج بالنجاح لأنه الأمور مبشرة بسبب هذه الزوايا الإيجابية الحاصلة خلال هذا الشهر. راح نحكي كمان عن الزاوية اللي راح
تتشكل ما بين زحل وأورانوس اللي موجود في الحمل ومحور القمر اللي موجود في الأسد. الأسد يمثل بالنسبة للعذراء بيت خلف الكواليس، بيت الأعداء المخفيين، أيضا بيت الخسائر، بيت النوم، بيت الأمور اللي غير ظاهرة للعلن، سواء إحنا بنخفيها أو هي مخفية عنا أو غير ظاهرة للآخرين. إحنا حكينا أنه زحل رح يعيد تشكيل المثلث الناري الحاصل بين الثلاث أبراج النارية خلال شهر نوفمبر، وقد تكون هذه الفرصة هي الفرصة الأخيرة خلال سنة 2017 حتى نستفيد من هذا المثلث الناري. بالإضافة رح ينضم لهذا المثلث عطارد اللي رح يقترن بزحل في يوم 27 الشهر. القوس يمثل بالنسبة للعذراء البيت الرابع، بيت السيارة، بيت العائلة، بيت نحكي البيت اللي يتربى فيه العذراء، البيت اللي بيعمل فيه إصلاحات منزلية، أيضا اللي بيشتري منه أثاث. هاي الأمور تأتي من البيت الرابع. فرصة جيدة بالنسبة للعذراء إنه مثلا يشتري سيارة، فرصة جيدة إنه يدخل في شراء عقار. صحيح في عليه مصاريف خلال الشهر، لكن في النهاية في نتيجة إيجابية، يعني ممكن يضطر ياخذ قرض حتى يشتري بيت مثلا، أو يشتري مزرعة، أو يعمل مشروع لإله. ليش حكينا أنه فرصة إيجابية؟ لأنه هذا المثلث الناري بيتشكل في البيت رقم 12 للعذراء اللي هو بيت الخسائر. طالما أنه هو مثلث إيجابي ورح يعمل وبيعمل هذا، أو الشخص من العذراء بيعمل بشكل مخفي خلف الكواليس، بيجهز لبداية جديدة، فالأمور في صالحه. الطاقة يعني وضعية الزوايا اللي بتشكلها الكواكب بتحكي أنه قد يكون في خسائر في البداية، لكن على المستوى البعيد في أمور إيجابية جدا رح يستفيد منها على مدار هذه السنة والنصف الثاني من العام الآخر اللي هو العام القادم، لأنه بعد هيك رح يطلع محور القمر من الأسد وينتقل للسرطان، فأدى مهنته في الأسد، أدى وظيفته ورح ينتقل للسرطان. رح نشوف بعد هيك شو ممكن يجيب تأثيرات في الأشهر القادمة. هاي على العموم الأمور بالنسبة للعذراء. الأمور إيجابية جدا بالنسبة للعمل، بالنسبة للعلاقة العاطفية، علاقة الشراكة، شوي في بعض الضغوط المادية على العذراء، لكن في النهاية المحصلة راح تكون إن شاء الله نتيجة إيجابية بعد تعب طويل. نتمنى أنه هذا الشهر يكون شهر